أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وجاء في بيان رسمي صدر عن المؤسسة نشرته على صفحاتها الرسمية أن مؤسسة حياة كريمة تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وبدورها تؤكد مؤسسة حياة كريمة على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها البلد الشقيق. وتعلن المؤسسة عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة انطلاقا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصيبة. ويمكنكم التبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية. وللمزيد ينضم إلينا السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. سيدة عهود أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية لو حضرتك تطلعينا على أبرز التحركات الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس وموقف أو كيف تلقت مؤسسة حياة كريمة هذه يعني هذا التوجه. يعني أنا يعني هتكلم أكتر عن دور مؤسسة حياة كريمة. حضرتك عارف من أول من 4 سنين كانت مؤسسة حياة كريمة اشتغل على الملف الإنساني بكل كل المعايير بتاعة اليون. احنا الملف الإنساني هو شأن يخصنا بشكل مباشر وغير مباشر، وإن كنا بدأنا نطبق ده على شغلنا في القرى، ولكن احنا كمان مؤمنين بقضية القضية الإنسانية عامة وبالحفاظ على يعني حياة البني آدمين بشكل عام. نعم في كل مكان. الأوضاع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة قطاع غزة وفي فلسطين خلينا يعني ناخد قرار سريع بأن احنا لازم يكون لنا دور ومساهمة. نعم وجود بالضبط بجد يعني وجود كمان حي. فاحنا حاليا فتحنا باب التبرع لفلسطين على مجموعة من الحسابات، ولكن كمان احنا بصدد عمل كذا خطوة إن شاء الله الأيام اللي جاية هنعلن عنها. نعم. وقوفها بجانب يعني الفلسطينيين. نعم طيب يعني لو نسأل حضرتك يعني هل مصادر أو التبرع هيكون فقط عيني أو فقط نقدي ولا ممكن يكون في تبرعات عينية؟ عينية ونقدية. نعم وإحنا يعني إحنا ده هيبقى من باب أولا طبعا دعمنا الإنساني ليهم وكمان إيماننا بأهمية بالدور والأهم. نعم طيب يعني أنا هنا بسأل لو بنتكلم عن الدعم النقدي عن طريق الحسابات اللي حركة اتكلمتي فيها واللي احنا بنعرضها للسادة المشاهدين، التقديم أو الدعم العيني هيكون إزاي الآلية بتاعة توصيله لأهلنا في قطاع غزة؟ أعلننا على الحسابات اللي هنتلقى عليها تبرعات، نفس الحسابات ديت هيكون تلقي عليها تبرعات بشكل من داخل مصر أو من خارجها. نعم بداية من بكرة الصبح من خارج مصر كمان بنتلقى في كل مكاتبنا الميدانية في 27 محافظة اي تبرعات عينيه حابين ان احنا نوصلها او اي حد حابب ان هو يوصلها لاخواتنا في فلسطين. نعم السيده عهود وفي. نعم اتفضلي يا فندم حضرتك. انا بقول لحضرتك ده اقل دور طبعا نقدر نعمله يعني وده ما عهدناه او ده دور الدوله المصريه في كل العهود وتنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي طبعا في الفتره الاخيره، كل الدعم وكل المسانده لاهلنا في قطاع غزه.